باذن الله. كابتن علاء، يمكن في الامطار الاخيره صراع اللقب ازداد شراسه اكتر من الفتره الاولانيه، حتى في فتره الماتشات المؤجله كنا بنبقى متخوفين ان الاهلي يتعادل، الاهلي لا قدر الله يخسر. دلوقتي الصراع ازداد شراسه. الفرق كبير قوي بين الفترات الاولى، صحيح، اللي احنا كنا مش كنا المباريات المؤجله كلها مركزين، تحس ان احنا دخلنا في دوريين. صحيح. دوري مباريات مؤجله ما ينفعش يخسر فيها نقاط على اساس توصل ان شاء الله للمرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي، كان بيتكلم فيها كابتن شريف. والمرحله الثانيه يعني النادي الوحيد اللي بيلعب دوريين في دوري واحد هو النادي الاهلي. دوري مباريات مؤجله والحمد لله اجتاز بنجاح تام. والامطار بقى الاخيره، المباريات اللي هي السبع مباريات الفاصله اللي هي هتوصلك ان شاء الله بطوله دوري باذن الله العام ان شاء الله. ان شاء الله تركيز ثاني خالص ومباراه ثانيه خالص. كان الاستوديو اللي فات انا بقول لك ايمن وكلنا قلنا ان هي مباراه كؤوس، كل مباراه لوحدها. خلصت المباراه السابقه تروح انتهينا، بتفكر في مباراه النهارده سيراميكا ان شاء الله تخلص على خير، تفكر في المباراه اللي بعدها. هي كل مباراه لوحدها في كل حاجه في تفكيرها، لكن هو التفكير الاول والاخير تفكير الثلاث نقاط. صحيح. ممكن اتغاضى على الاداء، صح، لكن انا بدور على الاهم الثلاث نقاط اللي انا ببص ليهم في كل مباراه. عشان كده كل مباراه بقت لوحدها تركيز لوحده، ثلاث نقاط لوحدهم، بطوله خالص. تحس سبع مباريات دول بطوله منفصله خالص. أيوه. بين الاهلي والزمالك وباقي الفرق كلها في وادي ثاني، غير طبعا الفرق اللي بتصارع على الهبوط. عشان كده مهم قوي في السبع مباريات دي حاجه مهمه جدا، تركيز كامل في كل مباراه، بس كل مباراه لوحدها، ما فكرش في حاجه قبل حاجه. اخلص النهارده من السيراميكا ابدا افكر في المباراه القادمه، لكن خلي كل تركيزك في ال 90 دقيقه بتاعت النهارده. تركيزك كمدير فني كلاعيبه هتعمل ايه؟ انت عايز ايه مباراه؟ انا عايز ثلاث نقاط. صحيح. في اسرع وقت احسب ثلاث نقاط، مش عايز اعمل زي الثلاث مباريات السابقه ايمن بضيع شوط من غير اي داعي، وبعدين الشوط الثاني ببدا احس ان هو ما ينفعش دي بيبقى مجهود زياده، تركيز زياده، عايز هدف. عارف بدون اقطع كلامك كابتن علاء، قطعت كلامي يعني وما لازم اقطعه. قول. عارف بمناسبه كلامك اللي انت بتقول الشوط الاول والشوط الثاني، عارف النادي الاهلي جايب كام جول وجايب كام جول الشوط الثاني لوحده؟ كام النسبه؟ 40 جول الشوط الثاني لوحده. عشان كده بقول لك ايمن، هي على فكره هي حاجه مش وحشه. ايوه يعني بس ليه اللي هو اصل انت بتصعب عليه بالظبط. يعني انت امكانياتك موجوده في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، وتقدر على فكره تقدر. ايوه طالما انت بتعملها يعني انت تقدر، بس انت بتضيع وقت في شويه كسل، دخول في مباراه في الشراسه، الضغط شويه بتاخر. لكن لما بتحب تعمل كل الكلام ده بتعمله في ثانيه، وعلى طول تلاقي الاهداف وصلت ومن بدري وبتبدا تستريح. عشان كده بقول لك المباريات دي مباريات ورا بعض على طول، انت مش محتاج تبقى مضغوط بدنيا كتير. الحمد لله حالتك البدنيه امتياز فعلا. صح. يعني بس مش محتاج، انت المخزون البدني في وقت هتحتاجه. صح. في وقت اللي هو انت بتخلص في حاجه، فمش عايز تحتاج المجهود البدني في المباريات الاولى دي. مزبوط. عشان كده بقول لك انا عن نفسي بحب النادي الاهلي يخلص المباريات في الشوط الاول، الشوط الثاني يبقى عندك كل حاجه عايز تعملها، عايز تريح بعض اللعيبه، عايز تدي بعض اللعيبه وقت، الروتيشن اللعيب يريح شويه، تقدر تتحكم في اللي انت عايزه. لكن طول ما هي 0-0 ايمن انت ما ينفعش تعمل حاجه خالص، انت مستني تكسب الثلاث نقاط. بعد ثلاث نقاط واطمنيت للنتيجه، مش 1-0 طبعا، 2 أو 3، تبدا بقى عايز تريح عادل، عايز تدي شويه للبلال، عايز تريح كابتن شريف، تقدر تعمل اللي انت عايزه. لكن طول ما انت لسه 0-0 كل التفكير ده انت على جنب. مزلوط. لحد ان شاء الله لما تطمن انت كسبت الماتش.